عمي راس وابن الراس ابو البسام بالاعراس ومثل الهيجا والبرجاس جمار جمار ومناره يا جلماوي بما جالك غنيت لك لا موالك مالك شاد العهالك وانا مرخي بالاداره انا غنيت لك هالفنون ولدنا بالجنه يكون خير لاقي ابن خلدون وبس سلم على الختياره اي بالبلاغه والفكر عندنا الشعر ولا الشعر عاداتي جيب النسر شو بدي بش الناره انا من ايام اشتل هالزين جابولو برد قفين مش عارف اندل وين راسه من الطوباره العالي مش راح يقدر او قولوا الله اكبر قابل يبذور البيضر من عندي باخذ البذاره انا غنيت لك للقصيد حتى بالالوان تزيد وتحول عالون الشيد ميل عند الحجاره مش رايح يقدر علي واعد للقفينيه لو انه حوت بالميه رايح جيبه بالسناره قالوا لي من دون الحداي الاكرم عالساحه جاي خصره بالزملو حرجاي وايده ورشه قصاره الشلماوي مش معتمد وما فنه مره الوالد بشهد بانه اسد عدوار المناره انا غنيت له عالملقى مثل القذاب يلقى رح يحكي زنقه زنقه او من حاره على حاره اي شو ماله الليل النعمان كنه مولع بالنيران الليل باجب له الميزان ارتفعت عنده الحراره الله الله يعينه هالمسعد كثر ما نفسه اجهد مروح عائم محمد او طبل عطار الجاره بروح عالم الاحمد وعم الاحمد متردد بالاك الوارد ورد بها الحاره واي حاره انا غنيت لك يا قعوار وقد وصيتك باستمرار حتى الدخلي على الدار بدها خفه وشطاره الغني معنا وعل الريح واقف اعوج واحكي صحيح انتي مليح لكن بدك إدارة ألا اسأل عني بالحيدة بالمعاني وبالعطاء عشق الجمال الصحراء وجيت أقطاف المرارة على الزجالي بالأمم حتى الليل تعتالم أنا قعوار الحاكم رح جيب للصفارة لأنه مش قد الصديق عرفته من الغدر بفاريق بدالي قاطع طريق أبو النفس الغدار